وهنا يوفر لنا كلاس دوجو أيضا سلسلة من الفيديوهات التعليمية، ولقد شاهدنا في الفيديو السابق chapter 1، وسوف أقول لكم أن كلاس دوجو وفر لنا سلسلة من الفيديوهات التعليمية هنا. وفي عام 1978 قدمت ستانفورد النفس كارول اكتشفت اكتشاف عميق أن الأطفال الذين آمنوا ذكائهم يمكن أن ينمو أفضل في المدرسة وأفضل في الحياة، ودعت هذه الفكرة العقلية. وفي عام 2016 قامت كارل ومختبرها في ستانفورد من جامعة ستانفورد الأمريكية أن تشارك كلاس دوجو لتحقيق هذا الدرس المهم في الفصول الدراسية في كل مكان من خلال سلسلة فيديو التعليمية الخمس. وأيضا هنا نستطيع أن نشارك هذا الفيديو التعليمي الذي وفره كلاس دوجو في الفيسبوك أو تويتر، وعند هنا العودة نستطيع أيضا شير تو كلاس ستوري، أستطيع أن أشاركه مع طلبتي بوست، وهنا تم وضعه في البوست في صفحة المعلمة. وأستطيع أيضا أن أقوم بحذفه، أستطيع أن أدت، أستطيع أن أكتب ما أشاء، وأيضا أستطيع أن أحذفه ديليت بوست وهكذا. أستطيع هنا get out those phone، أستطيع أن أحمل برنامج الكلاس دوجو من خلال الأب ستور، وأيضا أستطيع أن أسجل فيه كبيرنت، وأيضا أستطيع أن أدخل الكود الذي أعطتني إياه المعلمة في السابق في المستندات البي دي أف التي طبعتهم المعلمة وأعطاهم الطلبة لإعطائهم أولياء الأمور، وبهذه المستندات يوجد كود وهو يستطيع كل طالب إدخال الكود الخاص بي ولي أمره. هنا أستطيع أن أتراسل وأتواصل مع أولياء الأمور بمشاركتهم ماذا يحدث داخل الفصل، وأيضا يستطيعون أولياء الأمور التواصل معي بإرسال رسالة لاحقة للمعلمة. How else can we work together? Check class dojo. Class dojo يتيح لي التواصل مع تطورات ابني وماذا يفعل في الفصل، وأستطيع أن أقيم أستطيع أن أتابع تقييم معلمة له من خلال كلاس دوجو، وأستطيع أن أشاركه لحظاته في الصف، وأيضا متابعة ماذا يفعل ابني داخل الصف. وهذا العنوان أو parents@classdojo.com يتيح لك التواصل معهم لمساعدة أي ولي أمر يريد أن يستفسر خلال عن هذا البرنامج، وأيضا يمكن الرد عليه من خلال فريق كلاس دوجو. وهنا أستطيع أن أتحكم في إعدادات الحساب الخاص بي من خلال Account Settings Edit Profile. هنا أستطيع تغيير صورة المعلمة، هنا أستطيع أن أغير العنوان، هنا أستطيع أن أغير الاسم الأول، هنا الاسم الثاني، وهنا أيضا الإيميل، وهنا الدور Teacher, School Leader, Other School Staff. سوف أضغط على Teacher. Change Password، أستطيع هنا أن أغير الباسورد، هنا الباسورد الجديد، وهنا تأكيد الباسورد من ثم الضغط على Save Password. Language and Region،
هنا أستطيع أن أغير اللغة إلى الإنجليزية أو إلى العربية أو إلى العربية. هنا اللغة العربية، هنا تايم زون في منطقة الكويت، وأيضا هنا المسجز، أتحكم في إشعارات المسجات، أستطيع أن أجعلهم أون من خلال الساعة 11 في أم إلى 6 أي أم، أو أستطيع إغلاقه. وهنا ميوت ويكند نوتيفيكيشن أيضا. كومنت، هنا أستطيع السماح لأولياء الأمور والمعلمين الآخرين بالتعليق على البوستات التي أنزلها، ويستطيعون التعليق عليها أيضا. وأيضا أستطيع أن هنا عند الضغط عليها disable class story comment، هنا أن أمنع ولي الأمر أو المعلمين الآخرين بأن يتم تعليق على البوستات التي أنا أضعها. When you disable comment, parents will not longer be able to comment in your class story post. Comment made on previous post will be hidden until your renewable comment. لا يستطيع ولي الأمر أن يعلق عليها حتى أسمح لهم. الضغط على OK. جعلناها off والضغط مرة أخرى on. وهنا لدينا advanced active device. Click view all to see a complete listing of the device you are currently logging from. هنا أستطيع أن أجعل مفعل الجهاز من خلال برنامج موقع الفايرفوكس. Download message history، أستطيع هنا أن أنزل المسجات، تاريخ المسجات. You can open the spreadsheet using an application like Excel or Google Sheets. أستطيع أن أنزل تاريخ المسجات من ضغط على داونلود، وهنا يتم تحميل المسجات. وأيضا هنا experimental future، we are still testing these out، إنهم يجربون هذه الخاصية. Deleting your account، هنا أستطيع أن أحذف حسابي الخاص بي، خاص بالمعلمة. وهذا بكل ما يتعلق ب account settings. وهنا على الضغط على هذا الشكل نستطيع أن نشترك في المدرسة. هنا change school، وهنا لدينا مدرسة زبيدة school يستخدمها معلم واحد هنا، ولدينا هنا النور سكول يستخدمها 11 معلم يستخدم كلاس دوجو. مثل ما نشاهد هنا حسابات المعلمين الذين يستخدمون كلاس دوجو، all teacher 10. وهنا أيضا change school، نرى أن هنا future school، مدرسة المستقبل، 14 معلم يستخدم كلاس دوجو. وأيضا نرى أن نستطيع هنا في السيرج نكتب اسم المدرسة التي نريدها. التي نريدها مثلا هنا، وأستطيع أن أنضم إليها هذه المدرسة. وهنا نرى 19 معلم يستخدم كلاس دوجو، وهذا أمر مفيد للمعلم وأهميته لسهولة تقييم الطلبة. وأيضا نستطيع هنا بالضغط على Join to School، هنا أستطيع انضمام إلى هذه المدرسة أو باستطاعتي أيضا تغيير المدرسة التي أريدها. هنا نتابع، هنا 59 معلم يستخدم
كلاس دوجو بالنظر إليهم. هنا مدرسة الوفاء. ونضغط على جوين سكول، وهنا اشتركنا في هذه المدرسة وأصبحت 60 معلم فيها. وأستطيع هنا بالأخير أن أقوم بالضغط على log out، وهنا لقد خرجت من موقع كلاس دوجو. و أتمنى أن يكون هذا البرنامج نال على إعجابكم مثل ما نال على إعجابي. وهنا نستطيع أن نرى بعض البوستات التي يضعونها المعلمين لطلبتهم ومشاركتهم أولياء الأمور. كلاس دوجو is working. Look at this line. انظر إلى هذا الصف. كلاس دوجو إنه يعمل. انظر إلى هذا الصف أو الخط. وهنا نرى أن الطلبة يستطيعون أيضا رؤية تقييمهم بأنفسهم. The kids love marking their own attendance. أيضا يستطيع الطلبة أن يشاركوا المعلم بتحضير أنفسهم بالضغط على كل واحد وشخصيته الكرتونية والضغط عليها. وهكذا وأتمنى أن يكون برنامج كلاس دوجو نال على إعجابكم، وهو برنامج يساعد المعلمين ويساعد أولياء الأمور ويساعد الطلبة ويجعل تقييمهم سهل، وأيضا يساعد أيضا ولي الأمر برؤية تقييم ابنه، برؤية سلوك ابنه إن كان سيء أو إيجابي، وأيضا يستطيع أن يتحدث مع معلمة بشأن هذا السلوك، ويستطيعون أن يتعاونوا مع بعضهم البعض بالتواصل بالمسجات، وأيضا يمكن لرؤية طلبة أنفسهم تقييمهم من خلال هذا البرنامج. وأتمنى بالأخير أن يكون البرنامج نال على إعجابكم، وشكرا، مع السلامة.